تروح من غير ما تلف البقر. دي تقريبا شم. من غير ما تلف البقر لورا. من غير ما تلف لورا. خليك بس انت مكانك. انا قلت كده انها شم برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم إن شاء الله على الجميع. النهاردة أنا هشتغل في الكويت ليلة المغرب تختلف عحيل. الشغل معايا النهاردة هو الحبار أو الصفيط زي ما أنتم ما بتقولوا عليه أو زي ما أنتم ما بتشوفوه أو زي ما أنتم ما تقولوا. هنقطعه مع بعضنا دلوقتي وهنطعمه مع بعض زي ما أنتم شايفين معانا. طبعا عشان ما يدعكش معانا كل حاجة إيه خليك معايا كده في الأول. أنت بتجيبه من هنا الأول أهو زي ما أنت شايف معايا أهو. طبعا بناخدها بالراحه بحيث ما يدعكهاش كلها بحيث ما فيش حاجه ايه تتقطع معانا زي الحبر الحبار بتاعها. نحاول احنا نشيل الحاجه دي. زي ما انت شايف القطع بتاعها اهو. شايف بقيت معاك ازاي اهي بيضة ونظيفة. بقى انت كده تقدر تقطع منيها على قد السن بتاعك. انا السن اللي انا بشتغل بيه 0.3. فانا هقطع قطعة كبيرة شوية بحيث ان انا اشتغل بيها على ايه؟ على القطعة الكبيرة. ده الرصاص اللي انا عملته امبارح معاكم اللي انتوا شايفين الفيديو اللي فات اهو زي ما انت شايفه. طبعا ايه متحرك اهو متحرك. لو انت عاوز انك انت عاوز تثبته زي ما هنا برفيع من فوق كده بتضغط عليه بيبقى ايه ثابت معاك زي ما انت ما عاوز تحركه بعد كده ايه بتحركه. تاخدها شرايح زي كده وتبتدي ايه تقطع على قد الطعم اللي انت عاوز تشتغل بيه. الطعم اللي انت عاوز تشتغل بيها بتقطع على قدها بالظبط وتشتغل عادي. بعد الطعم في السنه وادي السن الثانية. طبعا سايب الرصاصة متحركة. الرصاصة انا سايبها متحركة. طول ما انت شغال من شغال من على الشاطئ خليك الرصاصة متحركة. طبعا شغال المكان اللي شغال فيه ده انا كله رملة. مكان الرملة انت بتخلي ايه زي ما انت شايف السن تحت والتقل فوق. العكس بقى في الشغل الاول لو انت شغال على حجارة بتخلي الرصاصة تحت والسن اللي هو ايه اللي هو ليه. مش بشتغل بعود واحد معايا الثلاثه انا شغال فيهم. ان شاء الله لو طلعت سمكه معانا هنصورها ليكم. خليكم معانا.
يديك العافية. ثاني طبعا يا اخوانا السمكه براحتنا عليك، انا كانت كبيره السمكه فاحنا براحتنا عليك. شايفين السمكه مشوار من الزيتون يا سيد، طالما في مساحه السمك هنتمشي مع السمك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اسحب روح من غير ما تلف البقر، دي تقريبا شم من غير ما تلف البقر لورا، من غير ما تلف لورا. خليك بس انت مكانك. كده اني اشم برضه. يلا اشلها هي تنبره. اللهم صل على النبي. طبعا انت بسم الله فوق الخمسه او سته كيلو اهي. طبعا زي ما انتم شايفين اهم حاجه السمكه تاخد راحتها، ما تتعبش في السمكه جامد. ماشي، خدتنا مشوار بعيد ماشي، بس الحمد لله اللي جت اهي. بسم الله ما شاء الله، هذا كده يعني محترمه كده. خليكم معانا ان شاء الله، ونطلع اصور لكم.